تكذب لا تكذب نبي تضحك وتتفرج وبد مقصدنا نحرج صارحنا عن اسرارك وموقف حصل وياك لا تكذب وقول الصدق لا تكذب نبي تضحك وتتفرج وبد مقصدنا نحرج صارحنا عن اسرارك وموقف حصل وياك لا تكذب وقول اهلا وسهلا يا هلا ومرحبا متابعينا مشاهدينا. اليوم احنا وين؟ اليوم احنا طبعا لازلنا في البصرة ولكن اليوم مكان مختلف، مكان جديد. احنا اليوم في مجمع، المجمع هذا اسمه تايم سكوير وتحديدا وين؟ احنا هني داخل عندهم بالقناة في الرادو. صراحة المجمع واللي بالمجمع كلهم ما قصروا بصراحة، خذوا بيدنا ويابونا هني وضيفونا قهوة وشاي وشغل عدل ويابونا هني نصور بالمحطة مالتهم. المحطة هم اسمها راديو تايم سكوير. ألو الله يا مسلين يا حلو جري كويني الله. والحين نطلع ونكمل لقاءاتنا مع أحلى شعب مع أحلى جمهور، حياكم الله. مساء الخير. مرحبا. مساء الخير. يعطيك العافية. حياكم الله. الله يسلمك. احنا معاك برنامج اسمه لا تكذب. ان شاء الله ما نكذب. احنا من الكويت قناة اي تي في. حياكم الله على الراس. عندي لك سؤال. نعم. وجاوب بكل صراحة. في مرة اخذت شيء مو لك؟ ابد. كلش. كلش كلش. يعني شيء طايح اخذته ومشيت؟ لا. مال رفيجك عجبك شيء؟ ما اتذكر. لا ابد. وانت؟ مستحيل. 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 كلش. وانت؟ ابدا. كلش؟ ابدا. الصدق؟ الصدق. لقيت والله. شنو؟ 10,000. 10,000 كم؟ 10,000 دينار عراقي. 10,000 دينار عراقي. ايه؟ يعني كم دينارين؟ زين واخذتهن؟ اي بس خليتهن بالجامع. يعني كفرت عن ذنوبك. خليتهن بالجامع. يلا اذا كذي زين معناته. في مرة أخذت شيء مولك؟ لا. شيء طايح أخذته ومشيت؟ لا. شيء عند صاحبك عجبك وأخذته؟ لا. أكيد. كم عمرك؟ عمري 28. 28 سنة ما أخذت شيء مولك؟ أي ما أخذت. برافو، صدق إنك ليث. أثبتت اليوم إنك ليث. شكرا. شكرا. في مرة أخذت شيء مولك؟ أي نعم خذيت. شنو؟ في يوم كنت قبل يعني شوية بالعشرينات سنة. يعني وأنت صغير؟ أي خذيت. شنو؟ مثلا لقيت لي فلوس بالشارع خذيتهن. أخذتهن؟ خذيتهن. بالعافية. كم كانوا؟ كانوا والله في الإيراني؟ ما أدري يعني قول. يعني نقول 5,000 عراقي. يعني ذاك الوقت 10 سنين قبل. عادي. أي عادي. عادي عندك ها؟ لا كان هواي. قبل كان وايد. يعني سعر الدولار كان حذر. زين وش سويت فيهم؟ فرحت صرفت من شاب. صرفتهم؟ اي صرفت. مرة اخذت شيء مولك؟ دقت تعبانة يعني. ها؟ كان عندنا امتحان بالمدرسة. ايه. اي وجايب وياي براشيم. بس سويت. خشيت. خليني اكمل لك السالفة. يلا اسمع. المدير قال راح افتش. ايه عنده براشيمه طلعه. ايه سوى ذبيت في قدام صاحبي. افا فاجك الضوء. وهكت. اي كظوا منو؟ كظ المدير بعد شاف الاوراق جوا وهاي. ادري يعني خذوا صاحبك ولا شنو؟ عبالي. اي خذوه. هاي الاوراق لك وذبوا. هذه حركه كلش مو زينه. والله شهر اعترفت لك قلت له انا سويتها بي. ايه زين وسوى فصلاة ولا شنو؟ لا خطي رجعوا للامتحان وكملوا. ايش والحمد لله كان الحين تأنيب ضمير. هذا الذكر كان بيها امتحان فيزياء. فيزياء انت علمي ها؟ ايه انا لا خرجت متوسطه ما كملت. ما كملت؟ ايه. ناصر يوم كنت شوي اصغر يعني وانت طفل يعني ايام المراهقه تمام خذيت شيء مولك؟ صراحه ايه. شنو؟ بس كان يعني شيء بسيط. مثل جدا انا احب الطوبه. تحب شنو؟ طوبه كره القدم. الطوبة كرة قدم. أوكي زين هو يعني أخذها من جماعتنا ورحنا نلعب بيهم وما يدرون.
تاخذ الكره؟ ايه. تاخذ الطوبه؟ تاخذ الطوبه. من وين؟ بيت جيرانكم؟ ايه. زين وبعدين عرفه ولا ما عرفه؟ لا هي مالتهم صراحه، نقول لهم هاي مالتنا طوبه وطنيها طاحت على بيتكم ناخذها. هذا الحكي كم كان عمرك؟ يعني 12. اذا جيت على الطوبه زين يا معول، اذا طوبه توهون اكش في شيء اكبر من الطوبه؟ بس حدك طوبه، حد بس طوبه، طوبه وبس، بس وتوبه وبس، توبه بعد ما توبه. يلا يعطيك العافيه. عمي ايام مراهقتك ولا ايام شبابك وانت صغير طفل اخذت شيء ملك؟ ملك؟ لا اخذت شيء ملك يعني خذيت شيء مو حقك يعني بكت شيء في مره بكت مرتين ثلاثه فلوس؟ فلوس؟ اي من اهلك من الناس؟ لا امشي مثلا القى بالقاع اشيله بس فلوس؟ اي زين اكل في مره بكت اكل؟ لا اكل لا لا فلوس اي فلوس بس لا يعني صدفه مثلا امشي وتاخذهم ولا توديهم جامع تزكي بيهم؟ لا ما لقيت اخذه لي تصرفهم على نفسك؟ اه يعطيك العافيه مشكور ايه اهلا وياك الله. ناصر في مرة أخذت شيء مولك؟ لا كلش؟ كلش ما في مرة لقيت فلوس واخذتن أكل؟ لا ما ندنا لأي سوالف. وانت يا أهل زين وانت طفل؟ حتى وانا طفل. يعطيك العافية. الله يعافيك. أيام شبابك أو لما كنت بالمراهقة أو لما كنت صغير في مرة أخذت شيء مولك؟ يعني أخذت من الآخرين؟ اي من الاخرين شيء لقيته طايح اكل يعني مثلا شيء لقيته طايح وانا في عمر الطفوله او كذا ما عندي خبره بالدين او كذا اي اما الحين اذا لقيت شيء طايح احنا كمسلمين تحتفظ به الى ان تعرف صاحبه وبعدين لقيت صاحبه لقيت ما لقيت ترد الى مرجع ديني يتصرف به. في مرة وانت شوي أصغر وانت طفل يعني أصغر من هالعمر بكت مديت يدك أو أخذت شيء مولك؟ لا من جمعية سوبر ماركت لقيت فلوس وأخذتهن؟ لا ما أخذ أمك أبوك يعني أمي ما أخذ لأبوي؟ إي أنت ما أخذت منهم؟ لا أخذت وهم ما يدرون ولا يدرون؟ لا ما يدرون. قولي هني شوف هذه كاميرتي ولا كاميرته؟ شوف شوف امك ام شنو؟ ام عبد الله وابوك ابو عبد الله. قول ام عبد الله ابو عبد الله ترى انا اخذت منكم اعترف. انا اخذت من عندكم. كم اخذت؟ 25. يلا زين. اعزائي المشاهدين وبكذي نختم حلقتنا من نفس المكان بوين؟ براديو تايم سكوير. عطنا شيء ونسنا شيء مصراوي كذي ايوه خش عشو وين؟ وين؟ هذه يبي لها شاي، شاي عراقي يبي لها. ونشوفكم ان شاء الله بحلقات جاية. خلونا نستمتع مع الاغنية يلا. لا تلف وتدور ونصك